توا في سوق المنصف باهي، كان تحكي لنا على الانواع الفئران اللي تبيع فيهم. هذوما الهون سلير، فهمتني؟ يربوهم يولدوا نبيعوا منهم ننجوا منهم كل شيء. هذا كان تعامله معهم، عامل في حانوت، حاطهم في حانوت زاد نبيع فيهم كل شيء. الاستغلال نتاعهم ديكوراسيون اكاهو اكاهو اكاهو، ديكوراسيون نتاعهم اكاهو، ما همش انا لا يتاكل لا شيء، فهمني؟ يا ربو موش صوفاج، موش صوفاج. اسوامهم اسوامهم 12 10000 15، انت وسهم انت ولا المواطن التونسي يقبل على شراء الانواع هذوما؟ يقبل يقبل حب يشري الاولاد وحب يشري الواحد وكل شيء. انا ينجموا صغيرات مثلا كي يشوفوهم يلعبوا بهم حتى من بعيد ما يعملوا لهم حتى شيء، ما عندهم حتى عداوه فيهم ولا حاجه ولا مرض ما عندهمش، بالعكس هذوما يشروهم باش يربوهم مع الارنب، باش ينب في الارنب على الجيز هذاك الكوباي الجندي هذاك، فهمتني؟ شنو هي المواصفات نتاعهم؟ والله المواصفات نتاعهم يعني يشبه من نوع سنجاب الارنب كيف هكا كاو، هذاك المواصفات نتاعهم. العنايه نتاعهم شنو تتطلب؟ العنايه نتاعهم تتطلب انا شوي انا يلزمك الماء، العلفه نتاعهم في بلاصه الماء مثلا تحط لهم ليتي خاص ياكلوا عروش تاع بسبيس هذيك تغفيهم في بلاصه الماء. الميزانيه نتاعهم قداش تتكلف في نظافتهم وفي الاعاشه نتاعهم؟ نظافتهم يا ربي برشا تتكلف، الميزانيه نتاعهم تكلف كل يوم، تنجم مثلا كيما تو مثلا عندك 100 كعبه ولا حاجه، تنجم كل يوم انا توكلهم ب 20000 20000 15000 ماكلتها مع الفه واحد. الالوان نتاعهم شنو في يمكن هذوما زوز الوان ولا سمينا الالوان؟ فما الالوان نتاعهم، فما في القري، فما في الاكحل، فما المارون، فما البيج، فهمتني؟ فما السمو، كل شيء كل شيء فيهم، الانواع نتاعهم كل شيء فيهم. فما البندا فيهم انا تجيب الاكحل والابيض، فهمني؟ تجي فما الكراميل زاد كيف هذاك النوع نتاعهم. عندهم عمر معين والا ثم معناتها فما اللي تعيش 3 سنين، فما اللي تعيش 4 سنين، انت والعناية نتاعهم. اكبر عمر؟ اكبر عمر 5 سنين بالنسبة للهامستير، اما الكوباي ما شاء الله يعيش حتى ب 7 8 سنين يعيش وديما ينتج ديما يولد ديما. الانواع هذوما الزوز ينجموا يعيشوا مع بعضهم، يتعايشوا مع بعضهم، يتخلطوا مع بعضهم؟ والله انت تنجم تعشرهم مع بعضهم كل شيء، تنجم تحطهم مع بعضهم، اما الجبان نتاع صغار ولا حاجه ما يركبوش على بعضهم، ما يركبوش، فهمني؟ كل حاجه تركب على بعضها، تو كيما هذا ما يركبوا على بعضهم، وهذاك ما يركبوا زاد على بعضهم. بالنسبه للانثى وذكر في هذوما معناتها ثم كيفاش نجموا نفرقوهم والا ثم حتى الالوان، ثم الوان خاصه بالانثى والوان خاصه؟ فرقها كيما تفرق الارنب، كيما تشوف الارنب كيما تشوف الواحد ذكر، فهمتني ولا؟ يتعاشوا تولد معناها تبقى حبله 15 يوم، 15 يوم تولد فيهم و 15 يوم ترفع فيهم هكا، وتعاود زادك العاده نفس العمليه. في السخانه ما تنجمش باش يولدوا في السخانه، مثلا في يوت جام في اتي جويليا، فهمني؟ هذا السخانه ما يحملوش باش يتولد، لازم تعمل لهم حاجه بقعه بارده. سوق المنصف باهي، سوق الحيوانات بالضبط، شنو جيت تشري ولا تبيع؟ انت تاجر ديجا؟ تاجر انا نشري ونبيع، فهمتني؟ وعندي انا الارض وعندي لوكال، نلقى شكون نتعامل انا وياه، نخدموا مع بعضنا، خرج منها الزعفران، عندي 15 قطار فيها لوكال وفيها كل شيء. بالنسبه للاسعار نتاع مختلف الحيوانات اليوم كيفاش لقيت؟ والله ما فيش السوق، ما حاجه قليله معناها. انا مش تلقى تدبر راسك في حاجه قليله. وفي شنو ناوي تدبر راسك اليوم؟ انا على بعض ونشري كل شيء، دجاج، ارانب، كل شيء ديجا عندي انا شويه قاعد ندبر بهم في راسي، هيك نصبتي غادي
فهمتني، والعمالة على رب. بالنسبة اللي عندك نتاع شنو؟ أرانب. اليوم فما بيوع؟ لا شوية مش برشا، أما ناقصنا الدعم نحن من القاسرين من تالا، ناقصنا الدعم، عندنا الأرض وعندنا كل شيء، نلقوا شكون يدعمنا نخدموا ونصوروا لاباس، معناها ناقصنا شوية دعم. شنو هي أنواع الحيوانات اللي تربي فيها؟ كل شيء نخدموا، دجاج، أرانب، حيوانات بصفة عامة فهمني، العظم ننتجوا، معناها كي نلقوا نخدموا، نلقوا شكون يدعمنا نخدموا، ما ثماش دعم ماشي ويموت القطاع. تجي رسميا كل حد ولا كل مرة تعمل؟ كل مرة في سوق، كل مرة في سوق. بالنسبة للسوم الحيوانات اللي هنا حكم علفة غالية راهي، معناها باش يوكلوا حاجة غالية ما يلقيش روحه، يا إنسان يقشر في 2003 معناها ما عندها ما تعمل، فهمتي؟ ويلزموا يخدم، معناها يلزموا يشابط باش يخدم يدخل فرنك على روحه، ما ينجمش يحبس، فهمتي؟ حكم الأوان وأنا فليها معناها، وعندي قطعة نتاع أرض في تيلا، فهمت؟ خليتها عندي 5 سنين أنا، فيها الماء، فيها زوز بير ماء معناها، وتنتج بالقدا، وفيها زوز فيرمات، ما لقيتش باش نعاون روحي وكل شيء، وليت نقلت هنا في تونس، معناها نتبع في نهار وفي اثنين، عام اليوم. علاش سلمت في رزقك؟ ما لقيتش باش نخدم، فهمت؟ الدولة ما تلفتتش ليا، معناها باش تعطيني حاجة دعم ولا نخدم، عندي زوز بير نجم مثلا نزرعهم ونخدم حتى 50 واحد معايا، وتبعد البطالة شوي، وأرض أرض معناها مصلي على النبي. وين هذه؟ هذه في تيلا، فهمت؟ البرة في البحيرة، فهمتني؟ على الطريق، على الطريق الرئيسي تابي قدام الكياس تابي، والأرض ما فيهاش حتى شجرة. هنا أنا قاعد هنا أنا وصغاري نقري فيهم، تعبت ما عادش النجم، عالة وكل شيء، وتشوف للوقت تو، ما معناها كان نلقي الدولة تتلفت لي ويكلموني، الناجم نرجع لبلادي فهمتني، ونعمر بلادي ونعمل خدامة ونعمل ساقوي، نعمل فلفل، نعمل طماطم، الخضر الكل تنتج، فهمت؟ ولكن ما يساعدوني كل شيء الناجم، حتى بشوي بشوي نرجع، ما جيتش حتى مع من نحكي غادي، البلاصة اللي نمشي ليها نلقاها مسكر، فهمتي؟ أرض قاعدة مسايبة والله صدقيني للتو، ما معناها ياملة غادي، وارض ارض معناها تنجم 50 واحد نجم نخدمها انا غادي على الماء، زوز بير ماء فهمتني، الماء فيها 6 متر الماء ما شاء الله، ما لقيتش حتى صوتي، ما معناها ما نجمتش نوصله، خلاص نمشي للمعتمد ارجع، نمشي للشيخ ارجع، نمشي للوالي ارجع، ما عندك ما يخلوكش تتاب ليا غادي هيك، وهزيت عيالاتي وجيت والله، يعني ما نكذبش عليك، معناها نهار نخدم نهار لا مرمم، ما ثم حتى شيء، حتى المرمم ما عادش نجمها.